إن موضوع قاعدة سبقية البت سواء في الميدان المدني أو في الميدان الجنائي قاعدة مهمة يعمل بها أمام جميع المحاكم، ولتناولها لابد من معرفة غاية المشرع من سن هذه القاعدة، والهدف من تسطيرها سواء في القانون المدني أو في القانون الجنائي هو إنهاء وطي صفحة النزاعات القضائية أمام المحاكم إذا صادرت في هذه النزاعات أحكام سابقة. وهذه السبقية منصوص عليها في القانون المدني في الفصل 451، وسمها المشرع بقوة الشيء المقضي. أما في المسطرة الجنائية فإنه نص عليها في الفقرة الأولى من المادة 4، وبالضبط في الشق الأول الذي ينص على صدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به. ومن جهة أخرى فهناك قاسم مشترك بين سبقية البت في الميدان المدني وفي الميدان الجنائي. هذا القاسم المشترك هو يجب أن تتوفر شروط في الإعمال بسبقية البت سواء في الميدان المدني أو في الميدان الجنائي، وهي هذه الشروط هي أن يكون الحكم السابق صادرا بين نفس الأطراف وفي نفس الموضوع ولنفس السبب. هذا من حيث القاسم المشترك. أما من حيث الاختلاف فإن قاعدة سبقية البت في الميدان المدني يؤخذ بها ولو لم يكن الحكم السابق أصبح ولو لم يكن هذا الحكم قطعيا، أي استنفذ جميع الطرق الطعن، بمعنى أنه ولو كان حكم ابتدائي ولم يطعن فيه فإنه يؤخذ بسبقية البت وإعمال آثار هذه السبقية، وهي عدم قبول دعوى من جديد. أما في الميدان الجنائي فهناك في الميدان المسطرة الجنائية فهناك اختلاف. المشرع اشترط في الفقرة الأولى من المادة 4 صدور حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به، أي أنه استنفذ جميع طرق الطعن أو صدر بداية أو ابتدائيا ولم يطعن فيه. هذا من حيث الاختلاف بين سبقية البت في الميدان المدني والميدان الجنائي. أما آثار الاحتجاج بسبقية البت في الميدان الجنائي فإن المحاكم تصرح بسقوط الدعوى العمومية. وهناك اختلاف جوهري وهو الأهم، أن سبقية البت في الميدان المدني يؤخذ بها على إطلاقها، معناه أنه ليس هناك استثناء للأخذ بها. متى تم الاحتجاج بحكم سابق توفرت فيه شروط سبقية البت فإنه لا يستمع إلى الدعوى من جديد بصفة مطلقة نهائيا، ويقضى بعدم قبول الدعوى. لماذا؟ لأن هذه السبقية، هذا النزاع يكتسي صبغة خاصة وتتعلق بحقوق أشخاص. أما في المسطرة الجنائية فإن المشرع سن استثناء للقول بسبقية البت، وهذا الاستثناء يستشف ويستنبط من الفقرة الأخيرة من المادة 366 من المسطرة الجنائية التي نصت أن المتهم الذي سبقت تبرئته أو إعفاؤه لا يمكن متابعته من جديد ولو اكتسبت الأفعال وصفت الأفعال بصبغة أخرى. هذه القاعدة هي التي تختلف فيها سبقية البت في الميدان المدني يعني الميدان الجنائي، ولأن سبقية البت لأن الميدان الجنائي لا يتعلق بحقوق أشخاص فقط بل يتعلق بحق عام وهو حق المجتمع. بالتالي فقد
السن المشرع هذا الاستثناء الذي يستنبط من خلال الفقرة الأخيرة من الفصل 369 معناه أن وهذا الاستثناء يكون غالبا في الجرائم التي تستهدف الأضرار البدنية وهذا الاستثناء متى تغير الوصف القانوني للوقائع فإن حسب الفقرة المتهم البريء في الحكم الجنحي والمتهم المعفى من العقوبة هذان المتهمان لا تعاد متابعتهما من جديد لأن بعلة أن البريء يكون بريء في الجنحة وبريء حتى في الجناية والمعفى نفس العلة أنه إذا كان معفى في الجنحة سيعفى في الجناية كالمختل العقلي الذي يعفى من العقوبة ويصرح بعدم مسؤوليته في الجنائية في الجنحة فإنه أيضا وخا تغير الوصف القانوني للأفعال لكن هل المدان الذي سكت عنه الفصل الفقرة الأخيرة من هل يستفيد أيضا من سبقية البت في الميدان الجنائي لا يستفيد هذا المدان بدليل أن المشرع سكت عنه معنى أن المدان بحكم قطعي في الميدان الجنحي إذا تغير الوصف القانوني للجريمة بأن أضحت جناية فإن تعد متابعته من جديد لكن سؤال مطروح بحدة هل كل متهم بحكم اكتسب قوة الأمر المقضي في الميدان الجنحي تعاد محاكمته هذا هو الذي أثار خلاف بين المحاكم هنا نلاحظ أنه للبحث عن المتهم المدان بحكم جنحي إذا تغير الوصف القانوني للوقائع تعاد متابعته محاكمته جد للبحث عنه ولمعرفة قصد المشرع لمعرفة المتهم المقصود بإعادة المتابعة لا بد من البحث عن إرادة المشرع إرادة والعلة التي سن من أجلها هذا الاستثناء فنحن نعلم أن المحاكمة الجنحية تكون هناك متابعة جنحية دون أن تكون هناك أركان جناية قائمة وخاصة النتيجة الموت والعلاقة السببية أي التشريح الطبي فإذا هذا المتهم الذي حكم بالإدانة بحكم قطعي في من أجل الجنحة إذا كان هذان الركنان وهو الموت النتيجة والعلاقة غائبين في أثناء المحاكمة الجنحية فهذا لهذه العلة سن المشرع هذا الاستثناء فهذا المتهم تعاد متابعته ومحاكمة جديد ولا يستفيد من قوة الشيء المقضي به من المقرر الصادر بقوة الشيء المقضي به لكن المتهم الذي حكم بحكم القطعي وأثناء جميع مراحل المحاكمة كان هناك الركنان أي النتيجة الموت والعلاقة متوفرين وتوبع رغم ذلك من أجل الجنحة كالمشاركة في مشاجرة أدت إلى الموت فهذا المتهم إذا استنفدت المتابعة في حق جميع طرق الطعن وظل تكييفه جنحة رغم توفر الركنين السابقين فهذا التكييف يصبح في حقه قطعيا ولا يجب إعادة متابعته ولا محاكمة كذلك المتهم الثاني الذي توبع من طرف سلطة الاتهام بجناية ولكن غرفة الجنايات أعادت التكييف إلى جنحة كالمساهمة في مشاجرة أدت إلى الموت هذا المتهم أيضا إذا استنفدت طرق الطعن في حقه يصبح التكييف في حقه نهائيا ولا يمكن إعادة متابعته من جديد لأن العلة التي سنى وهو غياب ركنين وهما النتيجة والموت لم تكن متوفرة في شأنه شأن المتهم الذي توبع منذ البداية بجنحة المساهمة المشاركة في المشاجرة منذ بداية المحاكمة بجنحة فهذا أيضا لا يجوز إعادة متابعته ولا محاكمته من جديد وهذا الاختلاف الذي تقع فيه المحاكم في هذه الفقرة الأخيرة وهو نادر الوقوع
كان محل كتيب أصدرته باسم إشكالات جنائية محل خلاف أمام المحاكم المغربية، وهو موجود بدار النشر الرشاد.